هذه الزيارة سيتبعها زيارة إلى أكيد إلى السعودية وإلى إيران وإلى تركيا هذا شيء مطلوب طيب هذا معناته متبادلة يعني. هذا معناته أنه خلينا أنا أقدم قراءة هي متداولة أنه البداية من الأردن تعني أن ال ال الاتفاقات السابقة اللي أبرمها السيد الكاظمي والسيد العبادي من قبل الدكتور العبادي من قبل أننا إن ماضون بها كحكومة إطار ما عدنا نية ننقلب عليها اذا كان هناك تقدير بانها في مصلحه العراق مثلا قضيه خط الانبوب الناقل النفط الخام من البصره الى العقبه ب 28 مليار دولار مم. على البنك الدولي هذه وراده مراجعة من لا. قبل حكومه السيد السوداني نعم وبالتكاليف بالأسعار, بـ الجدوى الاقتصاديه وغيرها المدينه الاقتصاديه او المساحه الاقتصاديه المشتركه, المشتركة. مثلا اعفاء الجمركي لكل الجمرجي. البضائع الاردنيه وكانما هو اعفاء متقابل ولكن لا يوجد تصدير من العراق الى الاردن وهكذا قضيه ال ألف برميل نفط باسعار تفضيليه للاردن وقضيه ال وخمسين ميجا وبعد ما ادري سنه يلا توصل للعراق بمبالغ اخرى